السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم مش نحكيو على الحجل وعلى اللانثة والذكر. ديما الأخيان يقولوا أنا يحبوا يعرفوا بين اللانثة والذكر، هي راهي سهلة برشا، ثم برشا طرق، أما أسهل طريقة هي هذه. يفوت ثم اللي يبان بعد 4 شهور، ثم 6 شهور، ثم 8 شهور، ثم حتى عام تبدل. بعد المرة تلقاه تحصل تقول أنثى ولكن هي ذكر. هي ذكر، قاعدين نشوف هنا هذا ذكر عنده الفر هنا في القسم نتاعو، قاعدين نشوف هنا هاو الفر في الشيره هذي، قاعدين نشوف هذا يظفر. وفي الساق هذا بعض المرات تلقى في ساق واحده، راهو اذا في ساق واحده موجود راهو ذكر، ما فيش معناها فماش انثى تلقى فيها ساق بالكل بالكل بالكل، هذا ذكر. تو باش نمشي هذه انثى، قاعدين نشوف فيها شحال بعد الباقي نتاعها. هنا ما تلقى حتى شيء، ما ثمش، قاعدين نشوفوا هنا ثم حتى شيء. الساق هذه ما فيها حتى شيء، لو كان نلقاو هنا طري فك صغير راه يذكر، ما فيش. حسب التجربة نتاعي توا سنوات، ديما إذا كان ساق فيها حتى طري تطلع تكر في الآخر بالكل، هذه أنفع. شو ما شاء الله، شو الزين وكل المنظر نتاعها، قاعدين نشوفوا. نعاودوا، هذا ذكر، نعاودوا ما يسالش. هذا في ساقه ظفر هنا في القصبة بالضبط، وهنا في القصبة نتاعو زاد ثم ظفر، هذايا ذكر ما فيش. ما أنثى ما تلقى حتى شيء هنا، قاعدين نعاودوا باش نفيدوا العباد، ثم حتى شيء، وهذه ما فيها حتى شيء. هذا مزوز معناها مربين عنا احنا، بايضين عنا احنا، مفقسين عنا احنا، امهم وابوهم. هذا ما فيش باق، تقول ورا ما فيش باق، علاش؟ طيحها هو صغير طيحها، خاطر احنا نحطهم له تقريب نهار 24 25 عمره، تحطهم له. بعض المرات يقعد واحد ضعيف شويه تطيح له، ما تنجمش تقعد تلوج عليهم بعد فصل 100 ولا 200 كعب، ما تنجمش تلوجهم. هذه ما شاء الله قعدت في رجليها في ساقيها الزوز اللي باق نتاعها. مرحبا بالخير الكل يحب يسال على حاجه، يشوف نقولوا له، نفسروا للناس الكل، معنا حتى مزيه حتى على واحد. مرحبا بكم في اي سؤال في اي حاجه، والسلام عليكم.